في بقى قريبك المحقق يبدأ يسألك عن خططك في المستقبل. مش هتشتغل بقى بدل ما انت قاعد كده؟ انا اشتغلت يا اونكل. طب مش هتترقى بقى بدل ما انت شغال كده؟ لا انا لسه مترقي من اسبوعين يا اونكل. طب مش هتعمل ماجستير بدل ما انت جاهل كده؟ ما انا هناقش الدكتوراه الخميس الجاي يا اونكل. طب مش تخطب بقى ولا انت اتجوزت يا اونكل ومعايا يوسف وجمانه يا اونكل؟ طب مش تطلق بقى على شغل المحامي ماشي في اجراءات الطلاق يا اونكل؟ مش عارف تعمل ايه، مهما عملت لازم يحسسك بالتقصير والفشل. محبط، محبط جدا. هو اصلا ما كملش تعليمه ومرفوض من شغله والديانه بيطردوه وعمتي رافعه عليه قضيه خلع وجاي يحسسني انا اننا فاشل. في طبعا قريبنا اللي مهاجر كندا بقاله 25 سنه وجاي بقى الاجازه اللذيذه فقاعد في العزومه، طب متجوز خواجايه غالبا، بتلاقي وشه مورد كده ويتكلم عربي مكسر ومخلف بنتين مسميهم اسامي عربيه جدا من باب الحنين الى الوطن، تلاقيه عنده زليخه وزبيده فاهم ويقولهم بالتشكيل طول الوقت، وتلاقيه جايب هدايا مش منطقيه خالص، يعني مثلا تلاقيه جايب لباباك طقم تنس بالكور او جايب لمامتك